أثابكم الله يقول عندي ابن عمره 5 سنوات ونصف في بعض الأحيان لا يريد أن يحفظ، هل يجوز لي أن أضربه أو أعنفه وما هو الضابط في ذلك؟ كم عمره؟ 5 سنوات ونصف. لا تضربه، فإنه قد يحفظ اليوم ويكره الحفظ غدا، وهو ابن 5 سنين ليس أهلا للضرب، وابن 7 أيضا ليس أهلا للضرب، بل هذا الضرب يجرحه ويجعله يكره ما تأمره به. ولربما إذا كبر ظهرت هذه العقدة النفسية وأصبح يترك ما كنت تأمره به. وقد مر بي شاب لا يصلي، فلما تحققنا معه تبسطنا معه تبين أن والده كان يضربه وهو صغير على الصلاة ضربا مبرحا، فكره الصلاة وكان يصلي خوفا من أبيه. فلما أصبح بهذه السن أصبح لا يستطيع أن يصلي من هذه الجهة، ودللناه على طبيب نفسي ووعظناه ونفعه الله. لكن الشاهد، الضرب للأطفال يا أخوة ليس سهلا. صحيح أنك تريد مصلحته، لكن أن تضربه الضرب الذي يدله على غضبك أو أنك لست راضيا عنه، إن احتجت إليه فلا بأس، تضربه بالمسواك، تضرب بطرف القلم، تضرب بطرف العصا ضربا غير مبرح لتشعره أنك غاضب، فهذا لا بأس به. وأنا أرى والله أعلم أنه لا يجوز ضرب الصبي ما دام لا يطيق الضرب، لا يجوز. والحد الشرعي الظاهر هو إذا بلغ 10 سنين، فإنه إذاك يكون مطيقا للضرب فيضرب ضربا غير مهين ولا مبرح. بعض الناس يهين ابنه أمام أخوانه ويأتي به أمام إخوانه ويضربه، ما يجوز، تكسره أمام إخوانه. وبعضهم يضرب ضربا مهينا فيضرب برجله وبحذائه وبحزامه ويضرب على الوجه ويضرب على الرأس، ما يجوز. يشترط في الضرب أن لا يكون ضارا ولا مهينا ولا يشترط في الضرب أن لا يكون ضارا وأن لا يكون يعني مهينا للطفل، وأن لا يكون جارحا، يعني أن لا يكون زائدا عن مقدار الحاجة، والرابع أن لا يكون بسبب الغضب. مثل ما أقول لكم أحيانا بعض الآباء يقولوا أريد أبرد قلبي، والله ما يجوز أن تبرد قلبك بضرب الطفل، تضرب الطفل لمصلحته إذا كان مطيقا من غير إهانة ولا ضرر. سأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.